الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله كان هنو بلا رمضان بس فلانديا ونو اخرين يشوف صالح بعد الخميسة بعد فور سنترال تايم بعشر كيس لقال يتبناد شوف صالح سعودو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ودرست أني مسلسل كاهيد قصص الأنبياء ودرس في سقالية تبنات درس كانوا ما أنت وحكوس أبسيني هاي قصة النبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام. نبي الله سليمان وسليمان بن داود عليهما أفضل الصلاة والسلام، وهو أحد أنبياء بني إسرائيل. في بنو إسرائيل أنبياء الله دري أيو كمدها نبي الله سليمان، وقد رزقه الله النبوة والملك وأعداه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. إلهي وحكو إرزاقي نبي الله سليمان نبوئي ملك با إلهي سي أو إلهي سقدري ملك إلهي وحو سيي أحد كدن بيي أسقع أن لسينين وحوها دكي الدنيا دا غردان حكومي ملك جيس وحو قاري مشرق إيا مغرب وحكومي، فكان ملكه واسعا وسلطانه عظيما. ملك جيس ملك آدو وينبوها أودي سئي حكم كيسون مد آدو وينبوهاي. نبي الله سليمان مقعيس قرآنك وحكوصة أروري إلا إيا اللحية تونجير تدوسو رضوت أيان لغشة إلي مقعيس إلا لحية تونجير إن بدلنا قرآنك وحكا ورميا نعموينك إلهي أوسي نبي الله سليمان إيا أبيه أبيه يعني داود عليه الصلاة والسلام. نبي سليمان وحو كدح لي مبوضة إيا ملكك أبيه داود بو كدح لي. يقول الله تبارك وتعالى إلهي وحو ليه وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وورث سليمان سليمان وحو دحلي داود داود بو دحلي ووحو كدحلي ونبوة إيا الدين تأيو كدحلي ملكنا إلهي باسيي أو دري أو ملك دين أو كدحلي لكن ما هين وحو كدحلي سيد رسولك عليه الصلاة والسلام أوليه حديثك صحيح وكليه نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. أنبياء هدان هي أنقنا لمدح له مالنا لمدح له وحي ماله أن كتقنا وصدقة أمدو أدحيا فكوحا نبي الله سليمان أدحلي إلهي نوغا قصوني ونبوذي إيا علمي إيا ملكي إيا هقانكي إيا مامولكي أمدو هقامني أيو كدحلي نبي الله داود ما مال إنو دفك يعني مال بدن أبيه ولها أولا وريغي لوغا مجيزة دحلكو. وورث سليمان وسليمان وو دحلي داود أبو دحلي وقال وحو يريا أيها الناس ددو علمنا وحانا لبري منطقة طير يعني شمبرها هذا القوضة إيا نطق قوضة وأوتينا من كل شيء وحل أركا أيانا لسيي إن هذا لهو الفضل المبين. إلهي سبحانه وتعالى يعني آل داود با إلهي أنعميي وحال الله سخيري يعني كونك هي مخلوقات كونان با الله سخيري إذا قرآن كو إن بدن وكقصون يعني وحا أخذ ميني حيوان كونان هذا الكوضة أيا لبري شمبراها هذا الكوضة أيو قرجري نبي سليمان حيوان كونان وحا يكو هذا ليان أيو مغلي جنك إيا دبايلها إيا وحكا سايا الله سخيري
ملكي آد وين وواسع يا إلهي كو إرزاقي سبحانه وتعالى. وقال تعالى إلهي وحي في آية أخرى ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. ووهبنا لداود النبي داود وحنوه بينه عن سيني سليمان سليمان بن سيني نعم العبد أدون أسقى النعم إنه أواب ومد إلهي أنق شبلا وإلهي عابد سبحانه وتعالى. نبي الله سليمان صفات كيسي وحكم ذهيد نين أدو عقل بدن وآدو قرش بدن إنو أها أسقو يرو دأدي سيرتهي أيا إلهي وحو سيي فدنا دوك آدو عني فهمو يا عقل آدو بدن أيا إلهي سيي وحد علي وقرآن كنو غاقي سوانيا حكمتي سي هي عقل جيسي آت كأزائد كها نبي الله سليمان وإلهي أوكو إرزاقي وحكم إذا وحيالها إلهي أوكو إرزاقي في سورة الأنبياء وإلهي نوغا قصانيا قصة نبي الله داود لو كاني أو دقيسين يا أساقو ير مركي قصة دقيستين سيدي نبي الله داود كحكومي سيكدوان أيو مركا أوشاقي نبي داود رأيجيسي أيو قاتي حكم كنا وحو نقضي سيدي سليمان نبي سليمان وإشاري أي نقض. قال تعالى إلهي وحو يري وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وحا نبي الله داود لو كان يقعد عليه وقت يسي واحد عليه قال أيا بير لهيد قال دي بير تودي أيا وحا أويمد أريبا أويمد وقتها بين نما أها بيرتي لقى قلبي مركزه بيرتي داقي أريج بيرتي داقي وبابي إيه بيرتي أردن قال دي بقى مركز دعوت وسوي مدن يعني نبي داود تدكي بيرت لها يكوى أريج لها. نبي الله داود مركو دغيستي دعودودي ارغي وحو حكومه يوسيي قلدي بيرت لهيد ما دام ارغي او بيرتي او دلي او يعني او اتلافيه او عني بدل اهان ايو مركا ارغي او سيي قلدانا يلان ايو كير ما دام ارغي نو داقي بيرتي. نبي سليمان او يرو مركا 12 جير انا و اكفا ديايو و دغيسنيا markaasoo wuxuu ku yiri abihi daawud wuxuu ku yiri anigu xukun kale sidaasi ka duwanayay ila ahaan lahayd oo aan xukumi laha. nabi daawud wuxuu ku yiri bi haqqi nubuwati wal ubuwa ayaan kugu dhaariyay ii sheeg waxa aad ra'yiga kale adiga aad qabto aabanimadi iyo nabinimadi ilaahay isiiyay baan kugu su'aalayaa xukunka ii sheeg. markaasoo wuxuu ku yiri ariga waxaan u dhiibi lahaa qoladii beerta laga daaqay ariga hasii maaleen ha ku sii intifaaceen qoladii ariga lahaydna beerta ayaan u dhiibi lahaa inay beerti abuuraan oy dib u soo yacni dhaqaaleeyaan ilaa ay beertu sideedii ka soo gaarayso sideedii ku soo noqonayso. markay beertu inteedii la ekaato qoladii beerta lahayd beertoodii bay qaadanayaan qoladii ariga lahaydna arigii baa loo celinayaa. نبي الله داود سيدي أيضا هاي الأيو حكومي وسيدا سرعي تاوي مد القرآن كنا كي عن نوغا ورميه وداود وسليمان واذكر حس داود نبي داود وسليمان إذ وقت يحكمان في الحرث بارت أي حكوميين إذ نفشت إذ وقت نفشت أي عنتي وفسهدي سيفيه حرث بارت غنم القوم قوم أرغوني أيا داغي وكنا وحانو أهيم با إلهي شاهدين لحكمهم حكم كودان كود يعني قبجو قوة وأركيو أيانو أهين ففهمناها سليمان أيام فهم سيني حكم كي فهم سيني وكلا آتينا متكست وحان سيني نبي داود يويل كيسي سليمان نبي سليمان حكما إيو علما بان سيني با إلهي.
waxa dhacday qiso kale iyaduna dhacday siduu rasuulku nooga waramay calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa uu ku waramay yacni laba gabdhood ayaa waxay haysteen laba canug oo ay dhaleen ayay haysteen oo nuujinayeen xadiidka bukhaari iyo muslim baa qorayo marka ayaga oo markaa meel iska fadhiyo labadoodii wiil ay mid walba wiil bay haysatay dhurwa ayaa u yimid markaa markaasuu midood wiilkeedii ayuu qaatay baynamaa imra'ataani macahumaa ibnaahumaa id cada dhi'bu faakada ibna ixdaahumaa fatanaazacataa fi lakhar laba yacni waqti ay laba dumara meel iska fadhiyaan laba wiiloo ay dhaleenna way haystaan oo yar yara dhurwa ama bahalkan waraabaha la yidhaahdo ayaa marka soo weeraray mid ayuu canugeedii qaatay markaasay waxay ku doodeen canugii kaloo soo haray oo midda weyneyd buu canugeedii qaatay markaasay tii kale la qabsatay oo waxay tidhi canugaagii weeye wuxuu qaatay maya waa kaagii wiilkaagii weeye nabi daawuud ayay markaa u yimaadeen ay usoo xuguntameen fataxaakamataa ilaa daawuud faxakama bihi lilkubra markuu labadoodii dhegaystay middii weyneyd ayuu u xukumay nebi daawuud fakharajataa way soo baxeen calaa sulaymaan bay soo mareen markaa markaasuu yidhi muxuu idinku xukumay nebi daawuud si middii weyneyd ayuu u xukumay sidaasay yidhaahdeen nabi sulaymaan marka wuxuu yidhi isagoo imtixaamayo faqaala wuxuu yidhi ituunii bisakiinin middi ii keena ashuquhu baynakumaa waan idiin kala goynayaa nisfayni wiilkaa waan idiin kala goynayaa likulli waaxidatin minkumaa nisfu mid la arkam ha qaadato qeyb ha qaadato tii weyneyd waxay tiri waa yahay raalli baan ku ahay faqaalat isuqra tii yarayd baa waxay tiri laa tafcal ha yeelin yarxamuka allah allah kuu naxariistay huwa ibnuha yah kala jeex ha kala goynine ayada iska sii intaad kala goyn lahayd ayadaale waa canugeedii iska u daa ayada faqadaa bihi lahaa midda yarayd buu markaa u xukumay liannaa midda weyn hadday ku raalli noqotay in canugii la kala gooyo halkaa wuxuu ka fahmay inayna canuga iyadu dhalin oo ayna u danqanaynin midda yarayd jirkeedii ayaa danqaday intii la dili lahaa ha iska noolaaday tiri asaga ayada u xukun ha iska qaadato markaa ayada u xukun marka saasuu wuxuu ku gartay naxariisnimadii waalid yacni waalidnimada naxariista waalidnimada ayuu ku gartay markaa midda yarayd ayuu u xukumay wey marka waa xug yacni waxa ilaahay uu siiyey subxaanahu watacaala fidnada iyo cilmiga iyo xikmadda asagoo yar ilaahay ku irsaaqay nabiyullaahi sulaymaan nabiyullaahi sulaymaan asagoo yar ayuu xukunka la wareegay oo aabihii daawuud uu kala wareegay 12 jir buu ahaa baa la yidhaah markaa markii uu xukunkii qabtayba wuxuu dhisay masaajidkii ayuu dhisay baytulmaqdis ayuu dhisay asagoo aabihii dardaarankiisii fulinayo 4 sano bacdigeed markuu yacni xukunkii hayay ayuu markaa masaajidka dhisay 7 sano yani 6 sano meelahaasu 7 sano ayuu dhisayay dhismihiisii uu taam yeelay yacni masjidul aqsa baytul yacni maqdis wuu dhisay weeye baytul maqdis yacni waa gurigii labaad ama masjidkii labaad ee dhulka lagu dhiso ayuu ahaa waxaa ka horeeyey masjidul xaraam yani masjid la dhiso oo dhulka laga dhiso waxaa ugu horeeyey masjidul xaraam ina awala baytin wudaca linnaas laladii bibakka baa ilaahay yacni nabiyullaahi ibraahim baa dhisay baytul maqdis yacni yacnihi masjidul xaraam waxaa ku xigay markaa baytul maqdis baa ku xigay oo 4 sano bacdigeed ayaa la dhisay oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey baytul maqdis baa ku xigay buu yidhi masaajidkii labaad oo la dhisay ayuu ahaa waxaana u dhexaysay 4 sano ayaa u dhexaysay nabi sulaymaan ayaa dhisay dhismaha ugu dambeeyey asaga ayaa dhisay oo tajdiidiyey aabaadiisii baa ka horreeyey baa dhisay nabi daawuud iyo nabi yacquub iyo ayaa dhisay laakiin dhismahan hadda uu ku baaqi ahaaday iyo dambeeyey nabi sulaymaan ayaa dhisay si adag oo weyn ayuuna u dhisay imaamu nasaa'i ibnu maajah iyo imaamu axmed waxay sunankooda ku warinayaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ina sulaymaana lamaa banaa bayt almaqdis nabi sulaymaan markuu dhisay baytulmaqdis
سأل ربه عز وجل خلالا ثلاثا، صدح الرماد أي إلهي ويديستي، فأعداه اثنتين لبا إلهي وسي، ونحن نرجو أن تكون لنا ثالثة مد صدحات إن إلهي نسي رجيننا ومد عام مركا، ويعني مؤمنين تودن يا مسلمين تودن يعني وجود عي وإلهي وجود بريوي. وهو إلهي ويدي سي نبي سليمان سأله حكما يسادف حكمه، حكم يعني حقه مركو حكمه سيد إلهي دوني إرالي كاها وافقيه أيو ويديستي، فأعداه إيا إلهي باسي. وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وحكلو ويديستي ملكي يا بقرنما أحد أسيا كدن بيان أولا أهين ملكي واسعه أدوين يعني وقفك لأن لسينين أيو إلهي ويديستي إلهي وسيه. وسأله مد صدحات وحو إلهي سؤاشي أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد خرج من خديئته يوم مثل يوم ولدت أمه، وهو ويدي سقف على قفك قري سكس صباحا مساجد كان بيت المقدس مسوا هذا سقون دوني نوحك لأن دوني إنه كنت كذا مياني دم بيجي سي إنه كلام من نقض كلام من نقض ما لنتي هو يدي أي دش إنه كلام من نقض فإنه إلهي نصي سبحانه وتعالى خاص أيام ويدي سنة إن مسلمين تورنا إله يكور ذاك وبيت كقف كتبه وكسر تكذا إله يدم بيجي سو رافع يا سبحانه وتعالى نبي الله سليمان بيت مقدس مركو دسا وطام يالي أدنا يعني قرجي وحو دسا قرجي بقرتو يد قرجي وين ويعني لجمع ملك جري يعني ملك يا ما ملك أيوم مركا دسا نبي الله سليمان وحي إله يقول نعمي يعني قوة أي إله سيي وحو لها يعني زوجات فرب بدن بوقا بي دمر بدن يا قبر بدن وصر رياضة أيو لها شريعة ديسو يعني ما أيسا لها انتراك ومن ما أيسا لها ان زوجات كلا قرسن أيو انت عدد الزوجات شريعة ديسو يكوبان آنيت أو انتو ربو قفو انو اسكا قرسن كرو رسولك عليه الصلاة والسلام حديثك بخارج وحوه ورحمة نبي الله سليمان با وحو يري لأضوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. ما لبوا نبي وحير النبي يعني نبي عليه الصلاة والسلام وحليه. ما لبوا وحير النبي الله سليمان. عاو وحن سمر يا بقول جبرود أي الله سيحنا يا بقول دمر أي أن عاو الله سيحنا يا. أما سجاشن يا سجال بن الله سيحنا يا. متك استويل بي أوروبي دونتا ويل بي دالي دونتا ويل كازن يجاهد في سبيل الله. نيجي ساسدا أحد. فقال له صاحبه صاحب كيبا وحكويه وملك وحكويه قل إن شاء الله إن شاء الله ده فلم يقول موسى له إن شاء الله ما أوسى حسوسا وله المنسي فلم تحمل ميس أورو منهن هوينك بقولكها إلا امرأة واحدة هل متكليا أورق عدي جاءت بشق رجل هنا وحيلتمت عنق نسقه أن رمى استرنين أي لتمت وأيد شيوي والذي نفس محمد بنبي عليه الصلاة والسلام والذي معبود بان كل عرسي نفسه محمد نبي محمد نفسه بيده بقدرته يكسو وانت لو قالها دو أرى الله إن شاء الله للرزق في سبيل الله للرزق أورادا والو إرزاق لها أيغو يجاهدون في سبيل الله فرسانا أجمعون أيغو فارسين وإلهي ودديس يعني كجي هذا ساسو بركة نبي عليه الصلاة والسلام كأنبياء يعني وحا إلهي أبني يعني زوجات عن ترى لهين وحكى له إلهي وكرزاقي قوة حق بدن ويعني ذاتك كالآد بي وحق يعني وقوة بدنائين وحا أسر تقليسي تراء دفر بدن ما دمر دفر بدن إني هل هبير الله سيحدان ما ساعدها إيسو مران رسولك عليه الصلاة والسلام سيدة سيردي ستابت ككوة وحال سيي قوة 30 رجلا و40 رجلا يعني صدنا ما أفرتن إن قوة دي حق دي أيال سيي سيدة سوك الأنبياء سيدة سيحاين أن زوجاتك فرضا بدنا يقوسنا يانا يدون يانا يعني دو مرجعي لي شهوة نفسانية كما أهين يعني ودعوة إلى الله يا حكمة يعني حكم مصالح يعني دعوة إلى نشر الإسلام أي ما هي تعدد كودو أيوكو يعني يوكو صاب سنة ونبي الله سليمان وحولي يا هاي مركا ويعني دو مركاس بدنا والله سيحانا يهبينك وحان يدي ساه إن أي دلان
ay wiilal dhalaan jihaadka galo oo fi sabiili illah galo. taasu marka niyadoodu sidaas ay ahaayeen ambiyadu wey, oo ficilkoodu iyo waxa ay samaynayaan oo dhan waa dacwo, waa diini wey, ilaahay dartii ay u samaynayaan wey. nicmooyin fara badan baa ilaahay subxaanahu wa tacaala ahla daawuud ilaahay ku irsaaqay. qaala tacaala, ilaahay wuxuu yidhi walaqad aataynaa daawuuda wa sulaymaana cilman وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ولقد آتينا داود وحن سيني وسليمان وحن سيني نبي سليمان نبي داود علما علم بان سيني بإله وقال وحي رادين الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين الحمد لله إلهي با مهدل الذي إلها سفضلنا نفضلي على كثير إن بدنا من عباده المؤمنين نقفض لك إلهي النبوة سيئي حكمة با إلهي علم با إلهي كو إرزاقي ملك با إلهي كو إرزاقي وإلهي بوسيئي سبحانه وتعالى آل داود إلهي با أنعمي نبي الله سليمان وحيالها إلهي كفض لا إلهي أنعمي وحاكم إذا ملك وين أو مشرق إيا مغرب قاريو ايو ملك جيسو هاي ملك واسعة ايا الهي كو ارزاقي وحا الهي اصخيري دبايش ايا الهي اصخيري مال الله ماشي او دونو ايو مركا دبايش او راعي او ايو قاديسي قال تعالى الهي وحو يري فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب فسخرنا له الريح نبي سليمان وحان اصخيرني الريح دبيشة أيان أسخرني تجري بأمره بيكس عنيسا أمر كيسا يسيد أسجدون رخاء حاليتهي مد يعني آد جلعسا دبيل يعني خفيف أهو جلعسا أمر رخاء طيبة حاليتهي مد يعني هوده أي آد معانتهي حيث أصاب ما الله ما شو دونه ما شو دونه أي مركا أقاديسا وقال تعالى وحي في آية أخرى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ولسليمان الريح وسخرنا وان سخرنا لسليمان الريح دبيش أيان أسخرنا وان سينا عاصفة حالة من دبنس يعني الدبيش مروح الوقت الماما يعني قوة يحوق إلي أسعونيسو مرة إلي تهمد جلعسا وخفيف وهودد وياد معانتها يعني نوعيها أي دبيش لا يظهر أي إلهي أسخري سبحانه وتعالى وإلا صعوني سأمرك تجري بأمره أمر كيسي كسعوني سيدن كيسا إلى الأرض التي باركنا فيها نلقى أم بركيني والشام بكل رح صعوني إيا قدس يرلقى يعني صبحي وبحيا إلى ميل آذو دير بيلتقيا مركاسي هردنا سوى نغنيا ومركا iyo haddana ay imaanaysa oo meeshii haddana ku celinaysa meeshii uu ka soo tagay ayay haddana waqti ka dib haddana ay ku celinaysa wa kunna bi kulli shay'in aalimiin ba ilahi wax kasto waanu ognahay ba ilahi ilayya subhanahu wa ta'ala dabaysha ilahi wuxuu ku tilmaamay socodkeedu inay yaani aroorti way dhaqaaqaysa bil intii loo soconayay ayay tagaysa haddana bil oo kale intii loo soconayay ayay markiiba haddana soo noqonaysa ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر يعني ملك الهي اسي نبي الله سليمان يسيد الهي او سخري وحال ياسو غرغي بقورتويدي سفديو او يعني غري وين ايا سدا يعني اولها مركاسا غرغي او سيريس او عمرد او ددكي فديي يا وخي قلبه هو يالاي يا عيدمه وارديناي يا وخي او دن ايي مركا دبايشو اسلا قاديسا meeshu raba ayuu tagayaa haddana ayuu sidiisa u socdo unbuu haddana soo noqonayaa waa ilaahay subxaanahu wa tacaala yaa ilaahay ilaahay baa usakhiray waxa ilaahay usakhiray oo yacni mulkigiisii iyo wixii ilaahay ugu nicmeeyey ka mid ahaa nabiyullaahi suleymaan jinka ayaa loo sakhiray jinka ayuu adeegsanayaa ayuu nooc midku ahaadaba jinku yacni noocyaha kasta ay yihiin kuwa badan galayo oo yacni dahabka iyo jawharta soo bixinayo kuwa yacni guryaha dhisayo oo wax walba dhan dhisayo kuwa meel kastoo loo diro wax walba ka keenayo ayaa ilaahay u sakhiray wa min aljinni man yacmalu bayna yadayhi biidni rabbih
ومن يزغ منهم عن أمره نذقه من عذاب سعير أسجى أيه جان سميان وحي دونان بي سمينيان دينع كسي كسعونيان وحل وحو دونه أيه يعني أسمينيان يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي شكور بركة وحكا سي أسمينيان أسجى الله سخيري يعني أمر كيسي يحون كيسي كشغيني قف كي ديدو وحون كقادم واينا وحا إلهي إلهي بقى أجليه قعمت أجليه يعني إنه عقابه أوقبته ويعني مركا إلهي بقى أسخيري وي وحا إلهي سبحانه وتعالى نبي الله سليمان ملكي جيسو يعني كتسيني إنتو الله كأي سيدة إلهي أسخيري مخلوق ودن بقى أخذ ميني جين كودا إيا إنسي كودا وحوش تودا وحلا وحي ما لا يعقل يوح كستو يعني أسجى أمر كيسي كشقينيين أسجى راعيين إلهي وحو بري يعني شمبرها إيو حيوانك وحي كوهر لايان ودن أيو مركا يقاني مركاس إلهي سبحانه وتعالى أسخري وحو الب أسخري ملك جيسي وحو قاري مشرق مغرب أيو كتلين أيي ملك جيسي وين كيسي وحا كتسين أيو شامبو جوغي يالكاس وحكومة أيي يعني جوادي بلقيس اللي أورنجري يمن حكومة يسي هلك أيو مركا ملكي جيس أيه هوسي ماتي وشمبرك هدود كل أورنجري أيا صو أركي مركي شمبريه وسيدا أفيري أيا وحو كوا أي هدود أيو كوا أي شمبر كلا إيراده هدود يعني مركو سفر كأذو وحو أركاب على هدودكو بيها أيو حو كأركيا إن تاسو متر أيو نولك بيها كجرو تاسو أفيرنا يا نولك ماشي بيو كدويهين أيو أركيا markaasay jinku halkaasay duleelayaan markaasay biyaha ka soo saarayaan hududkii markii la waayay wuxuu yiri marka waan cadaabayaa haduuna yaani arin uu isku difaacayo oo yaani la iimaan waayo wax macquula haduu la iimaan waayo yaani in la ciqaabayo ayuu marka ugu goodiyay yaani nabiyullaahi Suleyman hududkii marka uu yimidna akhbaartan uu keenay khabar ayaan wadaa buu yiri aan ku maqnaa إله إلي سبحانه وتعالى وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني أو ليأتيني بسلطان مبين يعني مركو شمبريه في ريي هدهد أيو واي وحيري هدهد ما أركيو يعني هديو لا إيمان وايو أرين معقولة إيه حجعد هدو كيني واي وحا أوكو مغنى لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أما واقو رعيا أما وان عقابيا مركا محول لي يميت هدود يعني أرين معقوله لي يميدو وحو أركي بلقيسو قمد اللي يدادو بقرد بيا هيد سبب ماشي اللي يدادي أرض اليمن كتالو أيه بقردك أهيد ملكي وين بالوغو إرزاقي يعني قمدنا وحي ما مليسي dulkaasi maamulaysay boqortooyo aad u weyn bay lahayd wax walba ayaa gabadha la siiyay mulki weyn ayay markaa xukumeysay waxay ahaayeen ayada iyo qoomka yaani xukumeysaba qoraxda ayay caabudayeen oo dad iimaan lamaysan ahayn halka ayay markaa yaani yushimbirki hudud ku soo arkay marka akhbarta iyo qisada macquulka ayuu markaa yu keenay shimbirki hudud aha marka wuxuu u diray nabi Suleyman warqad ayuu u diray gabadhii Balqiis la oran jiray xukumeysay in maaratay ay ka soo jawaabto oo ay adeecdo nabi Suleyman oo intaan yani ciidan loo soo dirin horteed ay markaa timaado ayadoo ayagu hoggaansan Ilaahay u hoggaansamaan soo raacaan xukunkiisa saas uu markaa warqad ugu qoray bi suurati nabar ba Ilaahay nooga qisooday subhanahu wa ta'ala إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ساسو مركا وقري قواندي مركا ورغدي أغرسي إذا كذي يعني وحي سوي يرتي دولة دي مدحدة دي ما يسوي يرتي ورغدن أيا الله يسو قري محادي أرنيسان محادي قلتها لنيسان وحي مركا وجوابين رجع إدمها هقاميني يدولة دا وحي رادين نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين عيدا أدوين يقودي حقبان لنهي يعني أمرك أذيك عليه أذيك أيام مدح نوعه
waxa nagu amarto ayaan fulinaynaa. Waxay tidhi markaa Balqiiso, gabar yacni aada u garasho badan bay ahayd, ina almuluka ida dakaluu qaryata nafsaduuha wajacaluu acizata ahliha adila wakadalika yafcaluun. Dadka boqorada waxaa lagu yaqaanaa yacni dhul bay imaanayaan, way fasahaadinayaan, dadkii hogaanka madaxda ahaa ee dhanbo dhan bay wixii ka qaadayaan, maamulka ka qaadayaan. Marka yani waa in laga fiirsado, markii meel uu kaaga yimaado akhbaar ay kaaga timaado boqortooyada, hadday boqortooyo xoog badan ay tahay, waa in aan yacni dagaal iyo un laysaga boodine, xeelad baa loo baahan yahay in wax la ogaado. Horta dadka yani quwadoodu sida ay tahay iyo yani xukunkoodu waxa uu yahay iyo awoodoodu intay la eg tahay, wa inni mursilatun ilayhim bihadiya fanadiratun bima yarjicu lmursaluun. Yani waan dirayaa war, yani hadiyaan u dirayaa, bal wixii jawaabaho la iisoo celiyaa fiirinaya. Saa ayay tiri yani gabar xikmad badan bay ahay, caqli bay isticmaashay. Nabiyullaahi Sulaymaan marka hadiyaa loo soo diray, hadiyadii markay u timid, falama jaa Sulaymaan qaala atumidunanii bimaalin fama aataani allahu khayrun mima aataakum bal antum bihadiyatikum tafraxuun irjic ilayhim falana'tiyannahum bijunuudin laa qibala lahum biha walanukhrijannahum minha adilatan wahum saagiruun. Baa ilaahay nooga qisooday nabiyullaahi Sulaymaan markii hadiyadu u timid, wuxuu yidhi ma anigaan hadiye ii soo dirayaan, waxa ilaahay i siiyey ayaa ka khayr badan waxa ay haysaa. Nabiyullaahi Sulaymaan mulki baa ilaahay siiyey, wax walba ilaahay u sakhiray, waxuu uga baahan yahay hadiye iyo waxaas ma jiro. Marka ciidan baan u dirayaa, aynu wax awood iyo tabara aynu haynin, wayna imaan doonaan iyagoo dulaysan yacni, oo qasban bay imaan doonaan. Saasuu markaa Nabiyullaahi Sulaymaan yiri. Markaasuu la hadlay dadkii ciidankiisii, yani wuxuu la hadlay dadkii majliskiisa fadhiyey. Qaala wuxuu yidhi, yaa ayuha almalau ayukum ya'tiinii bicarshiha qabla an ya'tuunii muslimiin. Yaa ii keenaya gabadha carshigeeda, yacni kursiga weyne ay ku fadhiisato, sariiru yacni melig weeye carshigu, yaa ii keenayo intayna imaanin oo iyada aan la keenin, iyada hogaansanta oo qasban lasoo qasbay wey, intaana la keenin horteed, yaa ii keenaya. Qaala cifriitu min aljinni ana aatiika bihi qabla an taquuma min maqaamik. Yacni mid xoog badan oo jinki ka mid ah ayaa wuxuu yidhi aniga ayaa keenayo intaada majliskaaga ka kicin. Nabiyullaahi Sulaymaan majliskiisu wuxuu lahaa majlis buu lahaa, uu yajlisu lilqabaa'i bayna annaas min waqti alfajri ilaa nisfi nahaar, yacni laga bilaabo subaxii salaada subax markii la tukado ilaa iyo nisfi nahaar maalinka niskii laga gaaro ayuu majlisu lqabaa buu fariisan jiray. Marka majliskaagan intaad fadhido ooda ka tegin ayaan keenayaa, waana awood baan u leeyahay, wa innii calayhi laqawiyun amiin. Yacni anigu xoog badan baan ahay, nin aaminahaan ahay, oo waxa alla wuxuu yahay carshiga iyo wixii ku jiroo dhan alla ii aaminay, nin aaminana waan ahay, awoodna ilaahay waa isiiyo aan ku keeno. Marka markuu yidhi cifriidki sidaa yidhi, qaala aladii cindahu cilmu min alkitaab ana aatiika bihi qabla an yartada ilayka darfuk. Yacni markaa waxaa hadlay, qaala aladii kiiba hadlay, cindahu cilmun min alkitaab, nin mu'mina yani dadkii atbaacda ahaa ee mu'miniintii nabi Sulaymaan raacday ka mid ahaa, oo ilmahabreed ay ahaayeen nabiyullaahi Sulaymaan, Aasif bin Barkhaya ninkii la oran jiray wey, ninkaasaa wuxuu yidhi cilmun min alkitaab baa agtiisa ahaaday, yacni ismul acdamka ayuu yaqaanay oo ilaahay uu baray. Wuxuu yidhi ana aatiika bihi qabla an yartada ilayka darfuk, aniga ayaa keenaya carshu Balqiis intaan ishaadu yacni soo laabanin. Me yacni markaad fiiriso, halkaa fiiriso, meesha ugu dheer qofka araggiisa intuu arkayo, markaad fiiriso araggaaga intuuna soo noqonin, markaad indhaha isku qabo, markaad fiiriso, markaad indhaha kala qaadabo, waxaad arkaysaa yacni waan keenaya carshigii, waan keenaya carshu Balqiis. Oo marka Qudus weeye meeshu waa Baytul Maqdis, meeshu Nabiyullaahi Sulaymaan markaa fadhiyo. Carshu yani Balqiisana waxay fadhiya waa Saba, waa Yaman weeye, yani waqti dheer ba yani muddo dheer iyo yani dhul dheer oo aada u badan ba u dhexeeya wey. Nabiyullaahi Sulaymaan
markii uu indhihii kala qaaday wuxuu arkay carshigii oo agtiisa yaallo, carshu Balqiis. Markiiba waa la keenay, halka ayaa la soo dhigay. Nabiyullaahi Suleymaan markaa wuu fiiriyey, qaala, wuxuu yidhi, haada min fadli rabbii liyabluwanii ashkuru am akfur, waa fadli ilaahay subxaanahu watacaala, waxyaalaha ilaahay igu nicmeeyey buu ka mid yahay. ilaahay wuu imtixaamayaa, bal inaan nicmadiisa ku shukriyo iyo inaan kufriyo wey. waman shakara fa inamaa yashkuru linafsih waman kafara fa ina rabbii ganiyun kariim. Qofkii shukriyo nicmada ilaahay ku shukriya, fa inamaa yashkuru linafsih, ilaahay wuu u ziyaadinayaa nicmadaasi, u ziyaadinayaa abaalmarin iyo sawaab buu siinayaa qofkii nicmada ilaahay ku shukriyo. qofkii kufriyo diidana dee yani ilaahay wuu ka deeqtoomaaye, yani asaga unbaa naftiisii yani halaag ku riday weeye. Nabiyullaahi Suleymaan gabadhii Balqiisa ahayd ayaa markaa halka la keenay. markay aragtay mulkiga iyo awoodda iyo waxa ilaahay uu siiyey Nabiyullaahi Suleymaan, ayay markaa iimaankii qaadatay. Nabi Suleymaan ayay rumaysay oo raacday. bacdigeedna waxaa la yidhaahdaa zawjadiisii bay noqotay, oo wuu guursaday, wuxuuna ku celiyey meeshii ay xukumaysay buu ku celiyey, Saba ayuu ku celiyey, yani madaxnimadeedii ayuu u baaqi yeelay. wayna iimaankii bay qaateen oo way islaameen kulligood. halkaa ayuu guri weyn iyo daar weyn oga dhisay, bil kastaba wuu u tegi jiray. markaa saddex bari ayuu la soo joogi jiray, wuuna ka soo laaban jiray Nabiyullaahi Suleymaan, sidaasay kutubta mufasiriintu iyo yani asxaabu taariikhu ay qorayaan wey. marka Nabiyullaahi Suleymaan ilaahay subxaanahu watacaala nicmooyinkaas iyo mulkiga aadka u weyn oo waasica ah ayaa ilaahay ugu nicmeeyey subxaanahu watacaala. Nabiyullaahi Suleymaan wuxuu ku dhintay markaa Baytulmaqdis ayuu ku dhintay. Baytulmaqdis baana lagu duugay. cimrigiisu wuxuu ahaa baa la yidhaha markuu dhimanayey 52 sano ayuu ku dhintay, oo isagoo 12 jira ayuu xukunka qabtay. 40 sano ayuu markaa mulkigiisu ahaa. 52 jir ayuu ku dhintay. wadufina fii Baytulmaqdis, Baytulmaqdis baana lagu duugay. calayhi afdalu salaati wasalaam, Nabiyullaahi Suleymaan mulki weyn iyo guri weyn oo boqortooyo ayuu halkaa ku lahaa. gurigiisa waxaa la yidhi waxaa yani 600 oo kursi ayuu lahaa, 300 oo kursi dhinaca midigta ay ka fariisan jireen, oo waxaa ku fariisan jiray kubarada iyo dadka waaweyn ee madaxda insiga, 300 oo kunna dhinaca bidixda kuraasta ayay ahaayeen, oo yani kubarada waaweyn oo jinka oo dadka asagaa deecaya ciidankiisa ah ayaa markaa ku fariisan jiray. boqortooyada weynika badan ayuu lahaa weeye. ilaahay baa subxaanahu watacaala yani qaadira wax kastaba asagaa xukumo, biyadihi kullu shay wax kastaba gacantiisay ahaadeen. qof kasta oo nicmo iyo mulki iyo fadli uu siiyana marka dambe mowtka ayaa u imaanayo. yani Nabiyullaahi Suleymaan siiradiisi iyo qisadiisina halka ayaan kusoo gaabinayna, inta ayay noogu dhamaatay. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم. إن شاء الله تعالى، جزاك الله خيرا عظيما جزيلا خيرا الشيخ على كل شيء. غزير سنة الله تعالى، نشكر طبعا يا الله كثير. وعشر كثير على الفندق، نقسم الشيخ على الله عظيم.